عقد البرلمان التابع لسلطة العسكر في الجزائر يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2010 جلسة مغلقة صادق خلالها الأعضاء على إسقاط الحصانة البرلمانية عن الصوت الحر رئيس حزب الأرسيدي محسن بالعباس بالأغلبية المصوتين الحاضرين في الجلسة، ورجح البعض أنها تتكون خطوة مدبرة بإعازات أفقية صادرة من طرف الحكم العسكري في الجزائر ستخدمها السلطة العسكر الدكتاتورية ضد كل من له رأي وموقف مخالف من أجل تحييده لأنها ترى فيه هلك وخطر يداهم ظلمها وعبثها التي تسلطته على الشعب.